بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 12 بعد 100. الحمد لله على ما تفضل به وأنعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. يمضي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على من يقول إن اليهود والنصارى مقلدون كما أن المسلمين مقلدون، فلا لوم على الجميع بزعمه. فيقول رحمه الله: من الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال سعيد بن جبير: تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومعنى الحديث متواتر عنه معلوم بالاضطرار، فإذا كان الأمر كذلك لزم بأنه رسول الله إلى كل الطوائف، فإنه يقرر بأنه رسول الله إلى أهل الكتاب وغيرهم، فإن رسول الله لا يكذب ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر الله، ولا يستحل دماءهم وأموالهم وديارهم بغير إذن الله، فمن قال إن الله أمره بذلك وفعله ولم يكن الله أمره بذلك كان كاذبا مفتريا ظالما. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وكان مع كونه ظالما مفتريا من أعظم المريدين في الأرض علوا وفسادا، وكان أشر من الملوك الجبابرة الظالمين. فإن الملوك الجبابرة الذين يقاتلون الناس على طاعتهم لا يقولون إنا رسل الله إليكم، من أطاعنا دخل الجنة ومن عصانا دخل النار، بل فرعون وأمثاله لا يدخلون في مثل هذا، ولا يدخل في هذا إلا نبي صادق أو متنبئ كذاب كمسيلمة والأسود وأمثالهما. فإذا علم أنه نبي كيفما كان لزم أن يكون ما أخبر به عن الله حقا، وإذا كان رسول الله وجبت طاعته في كل ما يأمر به، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وإذا أخبر أنه رسول الله إلى أهل الكتاب وأنه تجب عليهم طاعته كان ذلك حقا. ومن أقر بأنه رسول الله وأنكر أن يكون مرسلا إلى أهل الكتاب بمنزلة من يقول إن موسى كان رسولا ولم يكن يجب أن يدخل أرض الشام ولا يخرج بني إسرائيل من مصر، وأن الله لم يأمره بذلك، وأن الله لم يأمره بالسبت ولا أنزل عليه التوراة ولا كلمه على الطور، ومن يقول إن عيسى كان رسول الله ولم يبعث إلى بني إسرائيل ولا كان يجب على بني إسرائيل طاعته، وأنه ظلم اليهود، وأمثال ذلك من المقالات. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، إلى قوله: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، الآية. وقال لبني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إلى قوله: وما الله بغافل عما تعملون. فهذه الطريقة الواضحة البينة القاطعة يبين بها لكل مسلم ويهودي ونصراني أن دين المسلمين هو الحق دون اليهود والنصارى، فإنها مبنية على مقدمتين: إحداهما أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وهدي أمته أبين وأوضح، وبكل طريق تعلم بها نبوة موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وزيادة، فلا يمكن القول بأنهما نبيان دونه لأجل ذلك.
وإن شاء الرجل استدل على ذلك بنفس الدعوة وما جاء به، وإن شاء بالكتاب الذي بعث به، وإن شاء بما عليه أمته، وإن شاء بما بعث به من المعجزات. فكل طريق من هذه الطرق إذا تبين بها نبوة موسى وعيسى كانت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بها أبين وأكمل. والمقدمة الثانية أنه أخبر أن رسالته عامة إلى أهل الأرض من المشركين وأهل الكتاب، وأنه لم يكن مرسلا إلى بعض الناس دون بعض، وهذا أمر معلوم بالضرورة والنقل المتواتر والدلائل القطعية. وأما اليهود والنصارى فأصل دينهم حق، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كل من الدينين مبدل منسوخ، فإن اليهود بدلوا وحرفوا ثم نسخ بقية شريعتهم بالمسيح صلى الله عليه وسلم. ونفس الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى مثل نبوة الأنبياء، وهي أكثر من 20 نبوة وغيرها، تبين أنهم بدلوا وأن شريعتهم تنسخ، وتبين صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من الأعلام والدلائل على نبوة خاتم المرسلين ما قد صنف فيه العلماء مصنفات، وفيها أيضا من التناقض والاختلاف ما يبين أيضا وقوع التبديل فيها، وفيها من الأخبار ما يبين أنها منسوخة، فعندهم ما يدل على هذه المطالب. فقد ناظرنا غير واحد من أهل الكتاب وبينا لهم ذلك، وأسلم من علمائهم وخيارهم طوائف، وصاروا يناظرون أهل دينهم ويبينون ما عندهم من الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية، إذ عندهم من الشواهد والدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعندهم من الشواهد على ما أخبر به من الإيمان بالله واليوم الآخر ما يبين أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الذي بعثت به الرسل قبله، وأخبر من توحيد الله وصفاته بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبله. قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، وقوله: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل، ولكن هذا حكم معلق بشرط، والمعلق بالشرط يعدم عند عدمه. وفي ذلك سعة لمن شك أو أراد أن يحتج أو يزداد يقينا. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.